ما هي مخاطر انتشار فيروس كورونا في بلد يفتقر للحدود الدنيا من الإمكانيات الطبية والنظام الصحي؟ لماذا تتغافل السلطات الشرعية والأمر الواقع كارثة محتملة كهذه؟ ما الذي بيد اليمنيين فعله إزاء ذلك؟ أهلا بكم. بين ثلاث سلطات منقسمة، صنعاء وعدن وثالثة في الرياض لا تملك من أمرها شيء، يواجه اليمنيون مخاطر جائحة كورونا بعجز صحي كبير، وفي الوقت الذي تحذر منظمات وهيئات دولية من أن مكافحة هذا الفيروس شبه مستحيلة في اليمن والبلدان التي دمرتها النزاعات، نجد مسؤولين من كل السلطات يؤكدون أن اليمن بخير دون اتخاذ أدنى التدابير والإجراءات الاحترازية الأساسية لمكافحة هذا الوباء في حال انتشاره في البلاد لا سمح الله. كورونا يمثل تهديدا حقيقيا لشعب يعيش في الحدود الدنيا من الوقاية الصحية ومن الخدمات الطبية، ناهيك عن امتناع المشافي والعيادات عن استقبال حالات مشكوك بوجود فيروس كورونا فيها، خصوصا مع شحة أجهزة التنفس الاصطناعي ومنع دخول الحالات المشتبه بها للمستشفيات في بعض المناطق تحت ذريعة أن هذا الأمر يحتاج إلى توجيهات عليا. فيما تكافح الأنظمة والدول لاحتواء شبح كورونا الذي يهدد سكان المعمورة بالفناء، تبدو مؤشرات المعركة الوجودية غير متكافئة بين اليمنيين وكورونا. ففي اليمن، ويا للمفارقة، ترفض المستشفيات استقبال بعض الحالات المشتبه بها تخوفاً من إصابة طواقمها الطبية بفيروس كورونا المستجد. لا يعرف المرضى بمن يلوذون ولا إلى أين يذهبون بأوجاعهم بعد أن أوصدت المشافي أبوابها في وجوههم، فقد توفيت طفلة في السابعة من عمرها وامرأة حامل في عدن بعد رفض مستشفيات العاصمة المؤقتة استقبالهما بحجة عدم امتلاك هذه المستشفيات أجهزة تنفس اصطناعية. يحدث مثل ذلك في مستشفيات صنعاء المختطفة أو في غيرها، ليس نتيجة القصور الحاد في الخدمات الطبية، بل أنها تحجم عن فحص المرضى ومعاينتهم، وهذا رأس البلاء. فالمستشفيات الخاضعة لميليشيا الحوثي ترفض فحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا بحجة أنها لم تتلق توجيهات من الجهات العليا، وإن تم إسعاف بعض المرضى الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة فإنهم لا يتلقون المساعدة بالصورة المناسبة. الفيروس منذ تم اكتشافه له 3 أشهر اليوم، لم تسجل حتى الآن حالة واحدة في اليمن. تم فحص حوالي 30 حالة في كل من عدن وصنعاء للاشتباه ببعض الحالات، وطلعت بحمد الله النتائج كلها سلبية. وزير الصحة الذي يبدو غائبا عن الزمن ينفي وجود فيروس كورونا في البلاد التي تحتوي على أقل من 1000 اسطوانة أكسجين و25 مليون إنسان مهدد بهذه الجائحة. شهد اليمن حضورا مبكرا لأكثر الأوبئة فتكا وعجز عن مواجهتها كحمى الضنك والكوليرا وإنفلونزا الخنازير والديفتيريا وداء الكلب، وشهد البلد حالات وفاة عشرات الآلاف دون أن يشعر بمعاناتهم أحد، أمر يدفع بالكثير للتحذير من تفشي كورونا في اليمن. فهل يعفي هذا الفيروس اليمنيين من جائحته مكتفيا بما يعاني هذا البلد المتعب من ويلات الحرب والفقر والأوبئة التي تضرب البلد منذ 5 سنوات، أم أن وعده لا يزال مؤجلا؟ ونبدأ النقاش مع ضيفنا الدكتور عمار البعداني، وهو طبيب ومهتم بالتوعية حول وباء كورونا، ينضم إلينا من الصين. أهلا بك دكتور عمار. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور عمار، بداية نظرتك لواقع المؤسسات الصحية في اليمن، هل لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لمواجهة ومجابهة كورونا؟ نعم، الحقيقة أن القاصي والداني يعلم أن اليمن عانت وتعاني من اضطراب، وبالتالي أيضا المنظومة الصحية الهشة أو إن صح التعبير المنهارة، هل هي جاهزة أم لا؟ هذه مسؤولية وزارة الصحة، هنالك وزارة صحة في صنعاء وفي عدن أيضا،
وبالتالي هم المقولون بالإجابة على مثل هذا السؤال، هل هم بالفعل يمتلكون محاليل PCR، وهل يمتلكون المعدات، هل هم جاهزون لاستقبال مثل هذه الحالات، الاستجابة السريعة، التشخيص، الاحتواء، المحاجر أو الحجر الصحي. طيب دكتور عمار، تتابع ما يحدث وما ينقل اليوم من الداخل حول منع ورفض استقبال بعض الحالات، وفق متابعتك إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الحالات مصابة بكورونا يعني؟ نعم عزيزي سامي، حقيقة أنا سمعت للتو هذه الأنباء عن أن هنالك حالات يرفض استقبالها. إن صح ذلك فهذه مشكلة، وينبغي على وزارة الصحة في صنعاء أو في عدن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، تجاه المواطنين، لأن هذا الوقت وقت حاسم، و فيروس كورونا المستجد قد فتك بمنظومات صحية متطورة جدا، ونحن في اليمن نعاني الكثير والكثير، وهذا ليس وقت أي مناكفات بالنسبة فيما يتعلق بتحمل المسؤولية. علينا أن نكون جاهزين وأن نضع الصحة العامة وحياة الناس في المقام الأول. كيف يمكن للمستشفى أن يرفض استقبال أي حالات؟ أنا لا أفهم هذا. طيب دكتور عمار، أنت متواجد في الصين، لو نحن نقيم الوضع الصحي اليوم في اليمن وإمكانيات الجهات المعنية لمواجهة هذا الوباء، نريد أن ننظر إلى التجربة الصينية كيف تعاملت مع هذا الوباء. نعم، فيما يتعلق بالتجربة الصينية حتى نكون أيضا موضوعيين في المقارنة، هنالك ما يمكن تطبيقه في اليمن، وهنالك إمكانات تميزت بها الصين، ونتحدث عن إمكانات اقتصادية، نتحدث عن إمكانات منظومة صحية قوية ومتطورة، عن بناء المستشفيات المؤقتة في وقت قياسي، عن استخدام الصين للتكنولوجيا الحديثة أيضا في تتبع الحالات هنا وهناك، في عدد الأطباء، المعدات، الكمامات، المعقمات، الأدوية الحديثة، أجهزة التنفس الصناعي والإكمو. هذه الأشياء أشياء كثيرة، هذه في هذا فيما يتعلق بالإمكانات، ولكن فيما يتعلق بما يمكن تطبيقه في دول أخرى كبلدنا الحبيب اليمن، نتحدث عن أولوية العزل والمباعدة والوقاية الشخصية والنظافة، أيضا احتواء الوباء بسرعة، الكشف عن الحالات، فرض القيود أيضا على حركة التنقل، منع الرحلات الجوية من الوفود إلى اليمن. هذه الإجراءات يمكننا أن نستفيد منها وأن نطبقها في اليمن، وهي لا تحتاج إلى الكثير من الإمكانات الاقتصادية. هذا الوباء مشكلته الحقيقية هي في سرعة الانتشار، وبالتالي علينا أيضا أن ننشر التوعية في أهمية العزل وأهمية بقاء الناس في المنازل، في أهمية النظافة الشخصية والوقاية، أهمية وقف المناسبات والمصافحة والمحاضنة والعادات السيئة وما إلى ذلك. هذه هي الأشياء وهذه طيب الطرق، إن الناس صح التعبير مدركين أنها بدائية لأهمية ولكنها فعالة. طيب الناس مدركين لأهمية هذه الإجراءات، لكن كيف نطالب بالنظافة والبلد تعاني من نقص في المياه؟ أيضا في مستوى الدخل، والكثير من اليمنيين اليوم الذين يعملون يعني بالدخل والأجر اليومي. نعم، فيما يتعلق أيضا كما تفضلت، هذا يعني هذه أشياء موضوعية بالفعل. إذا أردنا من الناس أن يبقوا في منازلهم، هنالك أيضا فئة كبيرة في مجتمعنا اليمني بالذات يعتمدون على القوت اليومي وعلى الخروج يوميا لتوفير قوتهم وقوت أسرهم. وبالتالي نحن دعونا من قبل إلى ضرورة التكافل الاجتماعي بالنسبة للسلطات، سواء في صنعاء أو في عدن. نحن نقول أن عليهم أن يترفعوا وأن يدفعوا للناس حقوقهم، وأن يمكنوهم أيضا من البقاء في منازلهم، لأن هذا الوباء لن يستثني أحد، لن يستثنيكم أنتم أيضا أيها السياسيون. وبالتالي واجب للسلطات وواجب أيضا على المجتمع أيضا
الناس الميسورين أيضا عليهم أيضا أن يساعدوا جيرانهم، المغتربون أيضا هنالك حملات للتبرع إلى الداخل لشراء ما يمكن وتوفيرهم من مستلزمات أو من تبرعات للأسر الفقيرة. نحن بحاجة إلى التكاتف، إلى والتجار في الوقوف الداخل معا. أن يراعوا والله أيضا في الأسعار. سأعود وأسألك دكتور عمار نعم. عن نقطة الفحوصات والتحاليل، تقول أنها ضمن الإجراءات السهلة والتي يمكن تطبيقها في اليمن، لكن نود أن نسأل ونستفسر، هل هي متوفرة في الداخل وما هي الإمكانيات المطلوبة إليه وجودتها يعني في إظهار النتائج الحقيقية؟ أرحب بضيفي عبر الهاتف، ينضم إلينا الأستاذ أو الدكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة من العاصمة السعودية الرياض. أهلا بك دكتور عبد الرقيب. أهلا وسهلا أخي سامي. نبدأ بالحدث الأبرز، ربما ما حدث اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رفض استقبال الطفلة هنا وغيرها، خوف أنه تكون مصابة بفيروس كورونا، ما تعليقكم في وزارة الصحة وفي الحكومة على ما حدث؟ أخي الكريم، كانت هناك إشكالية في محافظة عدن، وهو إلى قبل يومين لم يتمكنوا من تحديد غرف مكان العزل، وبعد أن اجتمعت السلطة المحلية وكان هناك توجيهات من رئاسة الوزراء بتحديد المكان، تم تحديد المكان مركز الأمل، وكان هناك خوف لدى العاملين في القطاع الصحي من أن تستقبل الحالات، رغم أن هناك تم تدريب كفاءات وفرق صحية توزعت هذه الفرق في العاصمة عدن وفي المحافظات وفي المديريات، إلا أن للأسف كثير من المواطنين أو بعض الحالات التي تصل إلى المستشفى لم يبلغ فيها فرق الاستجابة، لأن فرق الاستجابة هي الفرق المعنية باستقبال الحالات والتعامل معها. حدث مع الطفلة جواهر، وأثناء ما نزلت اللجنة الفرق الاستجابة تم تشخيص الحالة على أنها لديها مرض تنفسي مزمن، ثم تشكلت فرقة أو لجنة للتحقيق تحدد طبيعة ما تحدث عنه الرأي العام. أما بخصوص ما حصل اليوم، أنا لم أطلع على الحالة ولم أسمع يعني بخصوص هذه الحالة، لكن يبدو أن هناك تخوف، وهذا ما نتمناه، وقد طرحت هذه الأمر كيف يمكن لمكاتب الصحة وكيف يمكن للفرق الطبية أن تتواجد وأن يتم التعامل مع الحالات بشكل رسمي وبدون أي تخوف. طيب أنا سأسألك على لسان أي مواطن يمني اليوم لدي شك أنه ربما قد يكون عندي كورونا مثلا، ما الذي أفعله؟ ما الذي يتوجب فعله؟ كيف يتصرف هذا جميل. المريض؟ أخي الكريم، تم نشر أرقام غرف العمليات لكل محافظة، وتم هناك هذه الغرفة تقوم بتلقي الاتصالات والبلاغات، بعد أن يتم معرفة المتصل وما هي الأعراض لديه، هل هذه الأعراض هي ضمن الأعراض القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، يتم إرسال الفرق الاستجابة إلى المكان، تنزل هذه الفرق إلى المريض وتتعرف على حالة المريض، هل فعلا هذه الأعراض مطابقة للأعراض القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية، يتم التعامل معها، إما أن يؤخذ المريض إلى مركز العزل أو أن يتم طيب دكتور إذا عبد كان لم القادر ينطبق عليه. دكتور عبد الرقيب، وأتمنى لا تزعل مني، يعني يبدو أن هذا الكلام الذي تحدث تفضل. به يعني أرجو أن يكون صدرك وسيع يعني وتتقبل هذا النقد. أنت الآن تمثل الصحة، تتحدث عن إجراءات وآليات نظريا يمكن عملها، الآن هناك حالات لا غير صحيح. ذهبت إلى المستشفيات ورفض استقبالها، هناك وهي حالات ليست مصابة إذا كان بكورونا، شك ومخاوف رفضت فقط. رفضت بعض الحالات، ليس رفضت، إنما هناك مخاوف، يصل بعض الحالات إلى المستشفى ويتحدثون على أنه هذا مريض كورونا، أنت يتعامل الأطباء ويتعامل العاملين الصحيين على أن هذا المرض الوباء على أنه معدي وممكن أن يصل، لأنهم لم يدربوا لمواجهة هذه الحالات، هناك فقط تمام مراكز، هناك فرق مختصة للتعامل مع هذا الوباء، ما حصل تم الجلوس مع مكتب الصحة وتم الجلوس مع المستشفيات في محافظة عدن وغيرها، وتم إلزام المستشفيات على أن كل حالة تصل إلى أي مستشفى يتم استقبالها وتشخيصها،
أو إبلاغ المستشفى هذا إذا لم يستطع أن يتعامل معها، إذا شك أن هذه أحد الأعراض يتم التواصل مع غرف الطوارئ، وغرف الطوارئ ترسل الفرق الاستجابة. طيب دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى، الآن الفحوصات والتحاليل، ما المتوفر والمتاح الآن في اليمن؟ وإلى أي درجة هذا المتوفر له فعالية وجودته عالية في الكشف عن هذه الحالات ويجعل الأمور واضحة لا مشتبهة مع أوبئة وأمراض أخرى؟ هي سؤال وجيه. أنا ما يحدث اليوم في اليمن من كشف للحالات يحدث في كثير من الدول، يعني الحالات التي تصل مثلا المطارات أو المنافذ يتم التعامل معها مثل الحالات التي تصل إلى أي منفذ في أي دولة. هذا الوباء تم التعامل معها وفق آلية منظمة الصحة العالمية بنفس البروتوكولات، هناك فحوصات موجودة، هناك أجهزة بي سي آر، هناك محاليل. إلى اللحظة هناك حالات تم الاشتباه فيها وتم عرضها على طيب الموجود كأعداد كأرقام دكتور عبد الرقيب، الموجود كم العدد، كم يكفي، كم لدينا المتاح يغطي؟ ثلاث وحدات إلى اللحظة في المناطق المحررة، لدينا وحدة للبي سي آر موجودة في تعز وفي عدن وفي المكلا، وهناك ثلاثة أجهزة موعودين فيها ستصل من قبل منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن هناك فاعلين خيرين أبدوا استعدادهم لتوفير هذه الوحدات من أجهزة البي سي آر، وهناك محاليل تم استلام الدفعة الأولى من منظمة الصحة العالمية، ومع وصول الطائرة السعودية التي بعثت مع منظمة الصحة العالمية وصلنا محاليل خاصة بالبي سي آر. طيب سؤال الأخير، هل هناك حالات تحت الحجر أو الشك؟ كانت هناك حالات اشتباه وتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في عدن، وتم عمل فحص البي سي آر وظهرت النتائج سلبية. الحمد لله. إلى اللحظة لا توجد أي حالة إصابة حتى الآن. ما صحيح أن كثير من هناك تشكيك أن تكون اليمن في ظل النظام الصحي الضعيف لا تتوفر أي حالة، أنا أقول لك نعم أتفق معك أننا نظام صحي ضعيف وهناك مقدرات ضعيفة، لكن آلية الوباء هي آلية مدروسة مع المنظمة الصحة العالمية، هناك خبراء لمنظمة الصحة العالمية موجودين في عدن ويتم التعامل معهم، هناك أكثر من 300 شرقة استجابة دربتها المنظمة الصحة العالمية وتمولها أيضا منظمة الصحة العالمية، هناك فرق موجودة للترصد وللاستجابة لها قدرة على تشخيص الحالات والتعامل معها. أشكرك جزيلا. ها؟ اتفضل إذا كانت هناك فكرة أخيرة تريد إيصالها. أنا أقول إلى اللحظة من خلالكم نتمنى أن يتم التعاون معنا وأن يتم التعاون مع غرف الطوارئ، لأنه بالأخير نتلقى اتصالات على أن هناك إنهاك لهذه الغرف الطوارئ، كثير من البلاغات تصل وهي كاذبة، تتحرك فرق الاستجابة ثم لا تجد مريض، وهناك كثير من الفرق أرهقت، وهناك تحديات أمامنا وأنت تعرف الوضع القائم الآن في بعض المناطق، ولكن محافظات لا تزال على أعلى التجهيزات وأعلى المستويات. صحيح، أشكرك. نموذج يعني، وهذا شيء ربما يدل، وهذه التصرفات تدل على أن بعض الأشخاص الذين يقومون بذلك والإبلاغ لغرف الطوارئ ومن ثم تذهب إليهم الفرق كمزاح أنهم لا يتحملون أي مسؤولية وليست لديهم أي مسؤولية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة على كل هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا لك، كنت معنا من الرياض. الدكتور عمار، إذا كان لك من تعليق على ما تحدث به الدكتور عبد الرقيب وإلى أي حد ما تحدث به من تفاصيل فيما يخص الفحوصات والتحاليل مطمئن؟ نعم، الحقيقة الدكتور عبد الرقيب كان قد ذكر أن هنالك أكثر من 300 أو 330 فرقة جاهزة ومدربة لاستقبال الحالات والتعامل معها، هنالك أيضا أجهزة بي سي آر، ولكن نحن نقول لا نريد أن تنهك أيضا المنظومة الصحية، لا نريد أيضا أن ينفجر الوضع فجأة، علينا أيضا أن نحرص على الكشف وعلى العزل وعلى فحص المشتبه بهم. هل هذه الفحوصات هل قادرة على تغطية كل الأعداد التي يمكن أن نشتبه بها؟ لا ندري إمكانية تغطية هذه الحالات، هل حالة أجهزة التنفس الصناعي أيضا للحالات الوخيمة؟ ماذا عن المستشفيات؟ ماذا عن
أماكن الحجر الصحي، بعض الأشياء ما زالت تحت علامة الاستفهام، ونحن نتمنى أن تصل المساعدات والمعونات التي تحدث عنها الدكتور عبد الرقيب، وهنالك أيضا متبرعون يمنيون أيضا من الخارج، وعلى الشعب اليمني أيضا والأفراد أيضا أن يتعاونوا بالفعل. الوعي العام أيضا مهم للتعاون أيضا مع السلطات فيما يتعلق بهذا الوباء. صحيح. طيب دكتور عمار، وأيضا هناك إشكالية أخرى، هو ما يتحدث عنه الدكتور عبد الرقيب يبدو أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ماذا عن باقي المناطق الأخرى؟ المعلومات التي تريدنا من هناك قليلة حقيقة، لا نعرف كيف نقيم الوضع هنالك في صنعاء. كنا قد شاهدنا بعض التقارير وبعض المعلومات تقول أيضا أنهم في وقت مبكر قد أنشأوا مركزا للحجر الصحي وأن المستشفيات جاهزة، ولكن ماذا عن الحالة التي قيل أنها كانت في حجة أم في صنعاء؟ هل بالفعل كانت هنالك حالات؟ نريد إجابات بالفعل، نريد تصريحات واضحة، نريد أن يتم طمأنة الناس، لأنك في حالة هذه الأوبئة من السهل جدا أن تنتشر الشائعات ومعها الهلع والذعر، وبالتالي فمن المهم جدا أن يقوم المسؤول في وزارة الصحة بتفويض من يخرج في مؤتمرات صحفية متكررة للحديث عن التحديثات وعن الأخبار، وكل شيء يستجد أولا بأول وطمأنة الرأي العام. طيب أرحب بضيفنا من صنعاء سفيان المطحني، ضابط اتصال وإعلام في منظمة الصحة العالمية في مكتب المنظمة في صنعاء. أهلا بك أستاذ سفيان. يا هلا ومرحبا يا سامي، ومساء الخير على متابعينكم. سفيان، اليمن هل ما زالت بخير فيما يخص كورونا؟ إلى أي حد الحديث الذي يقول أنها خالية من الفيروس يتمتع بمصداقية؟ حقيقة أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة بشكل رسمي، حالات فيروس كوفيد 19 أو كوفيد 19 الكورونا كما هو متعارف عليه في كل أنحاء العالم. لكن هذا الإعلان لا يجب أن يدفعنا للتراخي، بل على العكس يجب أن يدفعنا لمزيد من الحرص واتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لرفع جاهزية السلطات الصحية وقدرات الاستجابة السريعة فيها. طيب الآن وفق المتاح، كيف يمكن أن تقيم أو تشخص لنا الوضع الصحي كأجهزة فحص وتحاليل؟ فيما يخص أجهزة الفحص، كما تفضل وكيل الوزارة في عدن أنه أجهزة الفحص موجودة سواء كانت في صنعاء أو في عدن، وقريب إن شاء الله حتكون موجودة في المكلا. لكن حقيقة عندما نتحدث عن الوضع الصحي، يجب أن تعلم يا سامي ويعلم المشاهدون أنه القطاع الصحي تأثر كبير في ال10 سنوات الأخيرة. القدرات الصحية في اليمن، المنشآت الصحية تعمل بأقل من 50% من قدراتها. يجب أن تعلم أنه تقريبا 60% من المديريات في اليمن اللي هي 333 مديرية هي مديريات عالية الخطورة، 60% من المديريات مديريات عالية الخطورة. قرابة 18 مليون مواطن يمني يقعون في مستوى عالي الخطورة ولا يتمكنون من الحصول على الخدمة والرعاية الطبية المطلوبة. طيب تقولون أن الفحوصات متوفرة والمحاليل، فحوصات البي سي آر هذه هل تم استخدامها في اليمن؟ هل هناك حالات تم تجربتها نعم. وفحصها وتحليلها؟ نعم، بكل تأكيد التقارير الواردة من غرف العمليات في السلطات الصحية سواء كان في صنعاء أو في عدن تحدثت عن إجراء أكثر من 59 فحص لحالات مشتبهة ينطبق عليها الشروط القياسية اللي تكلم عليها وكيل الوزارة. 40 حالة تم فحصها في صنعاء خلال الأسابيع الماضية، 19 حالة تم فحصها في عدن وكلها بفضل الله كانت سلبية، يعني الفيروس ما زال خارج اليمن. بس كانوا في تفاوت في الأرقام أو اختلاف، وزير الصحة
ناصر بعوم يقول 30 حالة تم فحصها، أنت تقول 19 حالة في عدن. هل هناك غرفة عمليات موحدة فيما يخص الإحصائيات والأرقام والمعلومات؟ هل هناك عمل على ذلك؟ إلى أي حد هناك استشعار مسؤولية من جميع الأطراف والجهات المعنية على أن يكون الجهود موحدة؟ لا أعتقد أنه في تضارب. كان الوزير بعوم يتحدث عن الوضع في مختلف محافظات الجمهورية الشمالية والجنوبية، لكن لا تنسى أنه الفحوصات بيتم إجراءها كل يوم. يعني مع الوزير كان تكلم خلال اليومين الماضية، خلال الأيام التالية تم أيضا فحص حالات إضافية. الآن وصلنا، أمس كان في حالتين في صنعاء تم فحصها، أيضا حالتين في عدن تم فحصها، وبالتالي وصل إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها إلى قرابة 59 حالة. طيب سفيان، إلى أي حد أو مستوى فعالية هذه الأجهزة والإمكانيات المتوفرة للفحص والتحليل الموجودة في اليمن؟ هل هي على أعلى مستوى؟ تقنية البي سي آر معروفة للمتخصصين في المجال المخبري أنه هي تعتبر من أدق الفحوصات اللي بتركز على الجينات الخاصة بالفيروسات، وبالتالي نتائجها تكون يعني غالبا أو بنسبة 99% نتائج قطعية غير قابلة للشك. طيب الموجود الآن في صنعاء وعدن كم يغطي، كم العدد؟ سابقا كانت أعداد الفحوصات لا تتجاوز المئات، الآن الحمد لله وصلنا إلى الآلاف. لكن لا تنسى يا سامي أنه هذا الفيروس أخذ العالم على حين غرة. العالم كله الآن بدأ يطلب هذه المحاليل. الآن نحن حتى لو طلبنا يعني كميات إضافية، العالم يشهد شحة في هذه المحاليل، وبالتالي يعني على قولك المثل أنت تمسك سرع عشان تحصل على محاليل إضافية، لأنه كل دول العالم طالبة هذه المحاليل. وبالتالي نحن بقدر المستطاع سنحاول توفير، تحاول المنظمة توفير المزيد من الفحوصات خلال الأيام والأسابيع القادمة. بمجرد أنها تكون موجودة في الشركات المصنعة لن تتردد منظمة الصحة في توفيرها. لكن كما قلت لك، العالم كله الآن يشتكي، العالم كله يفحص، هناك شحة في هذه المحاليل على النطاق العالمي، وبالتالي يجب أن ننتظر حتى نحصل على كميات إضافية. لكن الكميات المتاحة حاليا أعتقد أنه هي إلى حد ما كافية ظل الوضع الذي يحدث. الأمر طيب هذا فيما يخص الفحوصات، يجب أن يفهموا المختصين، خلني بس أكمل لك. اتفضل. الأمر الآخر الذي يجب أن يفهمه الجميع أنه يجب أن يكون هناك شيء من عدم الإسراف في استخدام هذه المحاليل. مش كل حالة يأتي صاحبها يشكو من سعلة وربما ومن حمى يتم إجراء الفحص له. هناك شروط قياسية وضعتها المنظمة إلى جانب وزارات الصحة، إذا انطبقت هذه الشروط القياسية على الحالة المحتملة أو المشتبهة يتم إجراء الفحص لها. لأنه لو أسرفنا في استخدام المحاليل الآن على كل الحالات التي تشتكي ربما من حمى ومن كحة ومن ضيق في التنفس، قد نخسر هذه المحاليل، وحين نواجه بحقيقة وجود الفيروس نكون في موقع العاجز، لا قدر الله لا سمح الله. أنا أتمنى أنه يتم الاستجابة لهذا المطلب، لكن في بلد تعود فيه المسؤولين على بيع المساعدات والمتاجرة فيها ربما توقع أن يحدث الأسوأ، لكن نتمنى أن يتعاملوا بإيجابية ومسؤولية فيما يخص المحاليل والفحوصات للكشف عن هذا الفيروس. طيب سؤال أخير سفيان، الإمكانيات في حال لا قدر الله وظهرت حالات، كيف تقيم الإمكانيات الموجودة؟ هل تم توفير إمكانيات لمرحلة الإصابة فيما بعد كأجهزة تنفس وعناية مركزة؟ حقيقة أنه يعني زي ما قلت لك أنه القدرات الصحية في اليمن تأثرت خلال السنوات العشر الماضية. يعني المنشآت الصحية في اليمن في المحافظات الشمالية والجنوبية تعمل بأقل من 50% من قدراتها الأصلية، وبالتالي حقيقة نحن تركيزنا الآن ينصب على مسألة الاستعداد وإعداد الفرق، فرق الاستجابة السريعة ورفع جاهزيتها وقدراتها الفنية ورفع قدرات فرق الاستجابة البشرية. كل هذه الآمال نحن
نسعى من خلالها إلى أنه نرفع مستوى الوعي عند الناس بضرورة الالتزام بالتوجيهات والنصائح التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة، تجنب أماكن التجمع، عدم الخروج من البيت إلا ما يكون لحاجة ضرورية، محاولة أنه نبقى في البيت إذا شعرنا بأي أعراض، والاتصال على الأرقام التي وضعتها الوزارات الصحة في صنعاء، طبعا الرقم الموحد في كل اليمن 195، في صنعاء 01255943255952، في عدن 358259358260. طيب، البقاء في البيوت سيساعد في احتواء. طيب، هذا واضح، ربما الناس يعرفونه سفيان. طيب، دعنا نتحدث عن انه فقط لو حد شك انه عنده حاله انه يتصل على الارقام، لا توجد مراكز واضحه واماكن مخصصه؟ اعتقد انه هذا السؤال ربما لو وجه لوزارات الصحه ربما راح تكون في اجابه واضحه وشافيه وكافيه بالنسبه لك، لكن بالنسبه لنا احنا كمنظمه الذي نسعى ونطمح الى تحقيقه هو المزيد من الوعي عند المجتمع من اجل الحد من انتشار الفيروس في حال لا قدر الله ظهرت الحاله الاولى. صدقني نحن لا نبالغ اذا قلنا انه لو ظهرت حاله واحده في اليمن سواء كان في المحافظات الشماليه او الجنوبيه ستكون النتائج كارثيه بكل ما تحمل كلمه كارثيه من معنى، ولذلك أرجو من المواطنين أنه يتعاونوا، يبتعدوا عن إثارة الهلع والفزع عند الناس. هذا الهلع والفزع لن يتسبب إلا بإنهاك وتدمير القدرات الصحية المتبقية. 50% اللي باقية لو انتشر الهلع وتدافع الناس إلى المنشآت الصحية ربما ستكون النتائج وخيمة وكارثية ستشمل. نتمنى أن لا نصل إلى ذلك بشكل، لأنه لو حصل كما تقول ستكون الكارثة. أشكرك جزيلا سفيان المطحني، ضابط اتصال وإعلام في منظمة الصحة العالمية، كنت معنا من صنعاء. أعود للدكتور عمار. يقول سفيان لو ظهرت حالة واحدة في اليمن ستكون الكارثة، كيف يمكن أن نتوقع حجم هذه الكارثة؟ نعم عزيزي سامي، الحقيقة مستحيل أن نتظاهر بالتفاؤل حيال وجود أو ظهور فيروس كورونا المستجد في بلدنا اليمن، وهو يعاني كثير والكثير فيما يتعلق بالشؤون الصحية والمنظومة الصحية المهترئة أو شبه المنهارة. وبالتالي المشكلة متراكمة ومعقدة، ليست فقط في أن المنظومة الصحية تستغرق إلى الكثير والكثير من الإمكانات، بل وحتى في القدرات الاقتصادية، القدرات اللوجستية وترصد وتعقب المخالطين وعزلهم، هذه كلها معوقات كثيرة. أضف إلى ذلك العادات والتقاليد وذهاب الناس إلى الأسواق وأسواق القات، هذه كلها مشاكل كثيرة بالنسبة لمكافحة وباء ينتشر بهذه السرعة. هذا الوباء فتك بمنظومات صحية متطورة، فما بالك باليمن؟ وبالتالي نحن نتحدث عن أننا نريد أن نمنع أو نحاول منع دخول حالات إلى اليمن. المنافذ أيضا يجب أن لا تسمح بعودة المغتربين من الخارج على الأقل خلال الشهر القادم أو الشهرين القادمين حتى تتضح الأمور. هذه أول خطوة، هذه مسؤولية السلطات سواء في صنعاء أو في عدن. السلطات أيضا فيما يتعلق بالفحص والكشف، هنالك ايضا جزئيه اخرى غير البي سي ار، هنالك ايضا ما يسمى بالكشف السريع او يسمى الرابيد تيست. هذا الطريقه ليست مكلفه كما هو البي سي ار، يمكن ايضا تنفيذها خلال 15 دقيقه فقط، لا تحتاج الى ذلك التعقيد، هي رديفه لطريقه البي سي ار والفحص الحمض النووي. فكرتها مختلفه، هي تعتمد على الامصال، على الأجسام المضادة التي تتكون، لديها أيضا عيوب إلى جانب هذه الميزات، ولكن ليست بديلة للبي سي آر، إنما يمكن أيضا أن تساعد كثيرا في غربلة الكثير من المشتبه بهم في وقت قصير. وبالتالي دكتور عمار،
طيب دكتور عمار، الآن نحن دعنا نتعامل بكل واقعية، يعني لدينا نظام صحي متهالك، وحتى لا نثير الهلع والخوف لدى الناس، لنفترض أنه أحد شك بوجود المرض عليه فيه، ما الذي يفترض أن يعمله؟ متى يفترض أن يذهب إلى المستشفى؟ حتى لأنه كثير من الدول الآن تطلب من مواطنيها عدم الذهاب للمشافي خوفا من انتقال العدوى والاكتفاء والبقاء في البيت ومتابعة الطبيب، وهناك بحسب تقنية كل دولة، يعني عبر الفيديو أو الاتصال. الآن في اليمن حتى لا نثيرها لدى الناس، متى يفترض أن يذهب المريض إلى المستشفى، وكيف يمكن له في بيته أن يتأكد أنه لديه كورونا أو لا؟ فيما يتعلق بإصابة كورونا، نريد أن نؤكد على أن كورونا لا يسافر عبر الهواء، وبالتالي إذا كنت في بيتك ولم تختلط بأناس عائدين من الخارج ولم تذهب إلى بلد موبوء، فالأعراض في الغالب لديك لا علاقة لها بكورونا. بمعنى كورونا، العدوى عن طريق كورونا هي بالتأكيد تتم عبر مخالطة لصيقة، لأناس إما مصابين أو ثبتت إصابتهم أو أنهم جاءوا من أماكن موبوءة. بعد هذه المخالطة تظهر عليك الأعراض، ثم تبدأ بالشك. أما أن تشك بدون أن تكون قد ذهبت إلى أي مكان بدون أي اختلاط، فلا داعي للقلق. تعامل مع المشكلة كما كنت تتعامل معها، التهاب أو اعتلال تنفسي قديم، الزكام، الإنفلونزا، أو ربما حتى التهاب في القصبة الهوائية أو في الرئتين. عليك أيضا أن تأخذ قسطا من الراحة، أن تحاول أيضا معالجة الموضوع بدون هلع، أن ترتدي الكمامة أيضا حتى لا تعدي من حولك مهما كان هذا المرض. خلال يومين أو ثلاثة ستظهر عليك تحسن إذا كانت إنفلونزا. إذا لم تتحسن، إذا لم يتحسن الزكام وبدأت الحالة تسوء بعد أن عزلت نفسك أيضا، بعد ذلك عليك الاتصال بأرقام الطوارئ. بالفعل هذه الأمراض المعدية ينصح بأن من يشتبه بهم أو ارتفعت درجة الاشتباه لديهم بأن يتصلوا بفرق الاستجابة لتأتي هي إليهم وتستقبلهم وتأخذهم بطريقتها الخاصة. هنالك بروتوكول خاص للتعامل معها، بينما خروجهم بأنفسهم أو تدافعهم إلى المستشفيات يشكل مشكلة. طيب بالنسبة للأدوية، إمكانية نشر العدوى في الطريق أيضا. طيب دعنا الآن نقول أنه في مرحلة شك أنها قد تكون إنفلونزا عادية، ما هي الأدوية التي يمكن أن يستخدمها لأنه لم يذهب إلى طبيب أو إلى المشفى؟ كما كنا نتعامل مع الإنفلونزا العادية، أو الزكام العادي في غالب الأحيان هو مرض يذهب لوحده خلال ثلاثة أيام إلى خمسة أيام، لا يحتاج إلى كثير من الأدوية. وما تستخدم الباراسيتامول إذا ظهرت عليك أعراض الصداع أو الحمى، وتشرب بعض السوائل التي تقوي جهازك المناعي وتأخذ الراحة الكافية. الزكام العادي إذا لم تحصل إلى جانبه عدوى بكتيرية تحتاج إلى مضادات حيوية وعبر إرشادات طبيب. نحن دائما نحذر طبعا من أن الناس يسألون دائما عن الأدوية، ماذا أخذ؟ يمنع أخذ الأدوية بدون إرشادات الطبيب. هنالك من حاولوا أن يأخذوا بعض الأدوية للوقاية من كورونا المستجد، وهذا خطأ جسيم. هنالك من توفوا بسبب الإفراط في استخدام الأدوية لأنهم لا يعلمون ما هي الأعراض الجانبية. وبالتالي الزكام العادي تعامل معه كما كنت تتعامل معه في السابق، خذ الراحة التامة، ارتدي الكمامة، لا تعدي من حولك حتى من أطفالك من أسرتك. حاول أن تعزل نفسك حتى تتأكد هل الحالة تقترب من كورونا، هل الأعراض بدأت تتضح أنها حمى شديدة وسعال جاف، هل بالفعل اختلطت أنا مع أناس كانوا قد جاءوا من الخارج من دولة موبوءة أو كنت قد عدت من هناك. طيب في هذه دكتور عمار، عندما بعشرين ثانية أخيرة، هل الخوف والهلع يضعف المناعة؟ نعم، التوتر بشكل عام، التوتر والقلق المزمن يضعف الجهاز المناعي، ولكن هنالك نوع من الخوف مستحب، خوف بسيط يدعو إلى الاستنفار والجاهزية. أما الهلع المبالغ فيه والتوتر لا ينفعك ولا يقيك من عدوى الفيروس، بينما سيضعف جهازك المناعي. خذ المعلومات بدون الشائعات من مصادرها الموثوق. أشكرك جزيلا دكتور عمار بعداني، طبيب ومهتم بالتوعية حول وباء كورونا، كنت معنا من الصين، شكرا جزيلا لك.
وأرحب بضيفنا من تعز الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في المحافظة. أهلا بك دكتور عبد الرحيم. مرحبا بك أخي سامي وبالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. في حلقة سابقة على شاشة بلقيس شكوتم من عدم استلامكم المعدات الطبية والفحوصات والمحاليل للكشف عن كورونا، هل ما زال الوضع على ما هو عليه أم تم إمدادكم بهذه الإمكانيات؟ أولا أخي سامي أنا لدي اقتراح أرجو أن تأخذوا به في قناة بلقيس. أنا أرجو أن يكون مساهمة من القناة في نشر أرقام غرف العمليات على شريط الأخبار، على الأقل غرف العمليات المحافظات الرئيسية، حتى تكون مساهمة من القناة في نشر أرقام غرف الطوارئ، لأنه كما سمعت أو كما سمع وشاهد الأخوة المشاهدين من الأخوين عمار وغيره، الدكتور عمار وغيره، أن إلزام البيت إذا ما شك أحد في أعراض فيروس كورونا هي الطريقة السليمة، وعدم الهلع ومراجعة المرافق الصحية. طبعا دكتور عبد الرحيم بالنسبة لمقترحك أنه نشر أرقام غرف الطوارئ والعمليات على الشريط شاشة بلقيس وعلى منصاتها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الفكرة سيتم تنفيذها بالتأكيد، لأنه في بلقيس نهتم في هذا الموضوع كثيرا، وربما هو الآن يحتل أولوية على شاشة بلقيس في كل موادنا وبرامجنا، وهذا طلب بسيط، ربما نعمل على أشياء أكثر قد تساعد في الحد من انتشار هذا الوباء لا قدر الله في البلاد. طيب ما يخص المعدات التي كنتم طلبتموها بالنسبة لمحافظة تعز، هل وصلت؟ نعم، ما ننتظر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هي أشياء تخص مستلزمات السلامة المهنية للكادر الطبي، وكذلك تجهيزات مركزي العزل في كل من مدخل المدينة في منطقة الضباب، وكذلك مبنى الهلال الأحمر في منطقة السويدة في باب المندب. وصلت أجهزة مركز العزل وهو المخصص للحالات الحرجة في حالة ظهور إصابات مؤكدة. نعم وصلت مكونة من 5 أسرة العناية المركزة وجهازي تنفس، وبالإضافة إلى تجهيزات الغرف المطلوبة بحسب المقياس أو تعليمات منظمة الصحة العالمية، والمركز يتكون من 8 غرف بالإضافة إلى المرافق، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تركيب هذه الأجهزة نظرا لعدم وصول المهندس، كان يفترض أن يكون مهندس الأجهزة الطبية تابع لمنظمة الصحة العالمية أن يكون مرافق لوصول هذه الأجهزة والتي وصلت قبل 4 أيام. نحن في طور التجهيز لهذا المركز، أيضا في طور التجهيز لمركز الحجر الصحي الذي سيكون للحالات المشتبهة أو الحالات التي عليها أعراض لا سمح الله إذا ظهرت أعراض خفيفة. طيب الرقم محبب. عدا هذا لم يصل أي شيء، وخاصة مستلزمات السلامة المهنية للكادر، وقد سمعت من الأخوة الزملاء الضيوف قبل هذا أن صمود الكادر الصحي كفئة ويقفون في الخط الأول في خط الدفاع الأول يجب أن يكونوا أكثر صمودا ليكونوا مثالا للمجتمع لتهدئة النفوس ومنع الهلع. دكتور عبد الرحيم حتى استغل الوقت الباقي، يعني ركزتنا على رقم أنه 5 أسرة عناية مركزة وجهازين تنفس، رقم محبط، هل هناك إمكانية أخرى ستصل أم هذا هو فقط حصة تعز فيما يخص الكورونا؟ هناك شاحنة أخرى تنتظر منذ 3 أيام لأسباب أمنية لم تستطع التحرك، أعتقد أنها ستتحرك هذه الليلة أو أنها قد تحركت من العاصمة المؤقتة عدن في اتجاه تعز، تحمل مواد مستلزمات السلامة المهنية للكادر الطبي. أتمنى أن تكون فعلا تحمل هذه المواد، لأن هذه المواد هي التي ستجعل كما قلت الكادر الصحي أو الطبي يصمد في حال لا سمح الله ظهرت بعض الحالات. هذه الأرقام هي التي وصلت حتى هذه اللحظة، عدا ذلك لم يصل بعد، لكن هناك وعود كل ما تواصلنا مع غرفة الأوبئة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن وكذلك مع الإدارة العامة للطوارئ
أن هناك 300 فحص بي سي آر مخصصة لتعز سيتم اصطحابها مع الأخ مدير المختبر المركزي يوم غد إلى تعز، وكذلك وعد ب 5000 الفحص السريع أو الرابيد تيست الذي تحدث عنه الأخ الدكتور عمار. سيكون هذا لم يصل بعد حتى العاصمة المؤقتة، وسيتم تخصيص هذا العدد لمحافظة تعز في حال وصل خلال الأيام القادمة. أشكرك جزيلا دكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من المساء اليمن. نلقاكم في الغد وحلقة جديدة، كونوا بخير.